حنانك ما إله بديل، حليبك كمان لا بديل عن حليب الأم. الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وزارة الصحة العامة. ولما بلشنا بريست فيدينج حسيناها انه هيدي هي طبيعه الامور، انه شيء كثير ناتشورال، هالريلاسيون كثير حلوه بين الام وابنها، والولد بصير اكثر بحس حاله سيف، ما بيعود انه ما بقى يبكي على حيلا شيء، بيكون كثير بواهي هني. الرضاعه كثير مهمه لانه بتقوي الرابط، بتعطي العاطفه زياده، بتعطي الامان للولد، يعني هو بس يكون عم بيرضع بشم ريحه الام. لحظه الطفل لما يكون بين احضان امه وخلال الرضاعه، هيدي من أسعد لحظات بتلمسها الأم عند ابنها، بيكون وحتى هي بتكون هي ملكة الدنيا، إنه ابنها بعده معها. وزارة الصحة العامة، ونظراً لأهمية الرضاعة الطبيعية بحياة الطفل والأم، قامت بإطلاق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية تحت عنوان لا بديل عن حليب الأم، حيث شارك بهالحملة العديد من الجمعيات والمؤسسات والنقابات لضمان نشر المعرفة والممارسات السليمة حول الرضاعة الطبيعية. شكلت الرضاعة الطبيعية والتغذية الفضلى للرضع وسيار الأطفال الأهمية الأولى في عمل الجمعية اللبنانية لتنمية الطفولة المبكرة منذ نشأتها، واختارت منذ البداية الشراكة الكاملة والطوعية مع وزارة الصحة العامة من أجل أن يكون العمل وطنياً ومستداماً. استطعنا أن نحقق إنجازات لعل أبرزها إعداد وإقرار القانون 47/2008 لتنظيم تسويق أغذية الرضع وصغار الأطفال، وإعداد وإنجاز تحليل شامل عن الواقع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار الأطفال في لبنان وأفاق تطوره، إصدار دليل وطني للعاملين الصحيين في الرعاية الصحية الأولية يشكل مرجعاً يومياً في عملهم، ومجموعة من المنشورات ستستكمل هذا العام من أجل أن يكون بتصرف كل أمهات لبنان مجموعة متكاملة من المنشورات التي تعينهم على تخطي المشاكل منذ فترة الحمل حتى بلوغ السنتين وأكثر. لأنه رضاعة طبيعية ولأنه رضاعة حق إليك ولطفلك، تأسست لاكتيكا من شغف أمات وبيات ورسالتها تشجيع دعم وحماية الرضاعة بلبنان من خلال لقاءات شهرية منسميها بي إيفانتس، وهدفها دعم العيال المرضعة، مجموعات دعم على مواقع التواصل الاجتماعي، جلسات توعية للتسقيف، ندوات تدريبية، واعتصامات سلمية للمطالبة بحماية الرضاعة. لاكتيكا عندها ثقة إنك كأم بقدرتك وبإرادتك فيك ترضعي. مؤسسة الرؤية العالمية تشتغل مباشرة مع الأم من خلال دور الحضانة، المستوصفات والمستشفيات ضمن منهج مستشفى الصديقة للأطفال مدعومة من وزارة الصحة، وهدفنا توعية الأم والمجتمع على أهمية الرضاعة اللي بتحسن صحة الطفل والأم. مؤسسة الرؤية العالمية دربت مئات الممرضين والممرضات بالمستشفيات وعشرات العاملين الصحيين بدور الحضانة، كما وأنه صار في لقاءات مع الأم اللي ولدت جديد وتقدم لها المشورة حول موضوع الرضاعة. مؤسسة الرؤية العالمية كانت ورح تبقى إلى جانب الأم والطفل من خلال شراكتها مع المجتمع المحلي ومن خلال اللجنة الوطنية لدعم الرضاعة الطبيعية كعضو فعال شغوف ومؤمن بهالرسالة. كون الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة هي أساس لبداية فضلة لحياة الطفل وبتأثر على المجتمع المحلي بشكل عام، ركزت الاي او سي سي على عملها بلبنان من 2015 على العمل على 3 محاور بتتعلق بالرضاعة الطبيعية. المحور الأول كان زيادة الوعي، حيث وصلنا عبر فريق العمل الموجود على كل الأراضي اللبنانية لحوالي 61
1000 امرأة لبنانية ونازحة سورية لزيادة الوعي عندهم على الرضاعة الطبيعية. كمان اشتغلنا على تقنيات المساعدة اللي خلالها كمان قدرنا نوصل لحوالي 21,000 ست كمان على كل الأراضي اللبنانية، مشان نشتغل مع كل امرأة مرضعة على تقنيات أفضل للرضاعة الطبيعية. والشيء اللي كان شامل بكل ده دخلنا على لبنان هو حماية القانون، قانون 47 على 2008 اللي هو حماية تغذية الرضع وصغار الأطفال، اللي هو قانون كتير مهم تيحمي وتيمنع أي مخالفة كان بالمستشفيات الخاصة والحكومية ومراكز الصحية بكل لبنان. القابلة القانونية دور أساسي بدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لذلك قامت النقابة خلال السنة 2015 بدعم الرضاعة في عدد من المناطق اللبنانية، واستهدفت النساء الحوامل، النساء المرضعات والمجتمع يلي هو يدعم المرأة المرضعة. من خلال الحملة الوطنية اللي قامت فيها وزارة الصحة يلي استمرت خلال شهر ونحن مكملنا فيها ما لغاية 6 أشهر، وكذلك السنة رح نرجع نعيد هالتجربة اللي كانت رائعة بالنسبة للأمهات وبالنسبة للقابلات بكافة المناطق اللبنانية. لكل أم نطلب منها أنه ما توقف رضاعة، كمل لأنه التجربة كتير حلوة ورائعة، لأنه حليب الأم أفضل غذاء للطفل، له فوائد كثيرة لصحتها لصحة طفلها وللمجتمع ككل. نحن كنقابة موجودين حتكون لحتى ندعمكم بهالتجربة الرائعة. So it's not only a question of healthy children, healthy mothers, it's also a question of development for the country. We need to invest in this so that we have less mortality, less morbidity too clearly, but also to ensure the cognitive development of children, which clearly has an impact on development. So in terms of UNICEF, we will continue to support the government in those investments. We will do it through our nutrition and health programs currently, and starting next year, we're also going to help the government oversee a national policy for young children and infant feeding. So these are sort of the key areas that we think that it's critical. We also think that we will continue to communicate publicly and work with mothers to try and change those behaviors to get people to understand how important breastfeeding is. نحن بنعرف انه عندنا كل سنه 5 مليون طفل تحت عمر الخمس سنين عم بيموتوا من سوء التغذيه، تقريبا مليون منهم لانه ما عندهم رضاعه من الرضاعه الطبيعيه حصريه بين عمر الشهر والست شهور. هذا موضوع مقلق عالميا، خاصة انه الاحصائيات بتقول انه بس 38% من الاطفال عم يستفيدوا من الرضاعة الطبيعية الحصرية اول 6 أشهر من عمرهم. وبنعرف نحن انه الرضاعة بتحمي من عدة امراض، اهمها الامراض الاسهلية اللي هي سبب مرض او سبب وفيات. اذا الولد ما عم يرضع حصريا رضاعة طبيعية 17 مرة زيادة بيزيد احتمال يعمل إسهالات، وإسهالات صعبة ومكلفة جسديا. بلبنان كمان الإحصائيات مش جيدة، 15% فقط حسب الإحصائيات الوطنية النساء بيقدموا رضاعة حصريا طبيعية، وهذا الشيء طبعا دون المعدلات المطلوبة بأشواط طويلة. نحن كمنظمة صحة عالمية بالتعاون مع اليونيسف وشركائنا بالصحة عم نجرب ندعم وزارة الصحة بلبنان لتفعل أكثر المبادرة تبع المستشفيات الصديقة للطفل يلي بموجبها يمنع ترويج الحليب المعلب، ويلي بتشجع مباشرة الإرضاع من أول لحظة من الثدي وتعود الأم على هالإرضاع. تعتبر وزارة الصحة الرضاعة الطبيعية أساسية لصحة الطفل والأم، وهي سعت إلى إصدار قانون رقم 47 سنة 2008 لحماية الرضاعة الطبيعية، وهذا القانون يتعلق بتنظيم تسويق بدائل الحليب، وذلك لمنع تشجيع الأمهات على استعمال الحليب الاصطناعي بدل الحليب الطبيعي، كما أنه وزارة الصحة تشجع الرضاعة الطبيعية، وذلك عبر إنشاء لجنة أصاغت استراتيجية وطنية وهي في طور تطبيق هذه الاستراتيجية،
كما أننا نشدد على تطبيق هذا القانون. كانوا الولاد يبكوا يقولوا لي ما عم بيشبعوا، ما بيناموا، بيقولوا لي ما عم بيشبعوا. ما ردت على حدا، صار يقولوا لي اعطيهم فورمولا الولاد، ما عم بينزل لهم حليب من صدرك. قل لهم انه هذا الشيء مش مزبوط. اهم شيء انه المراه يكون عندها ثقه بجسمها، يكون عندها ثقه بهي شو ممكن تنتج حليب، لانه هذا شيء طبيعي وناتشورال. يعني كل شيء طبيعي بيكون احسن. لما تعمل بريست فيدينج عن جد بتحسها انه شيء كثير طبيعي، انه هيدا الشيء لازم يكون اصلا. يعني اوكي، اول شيء بتكون ملبك ومنك عارف تحط بوزيشن مزبوطه، وبضلك عتلانهم اذا عم تعمل شيء الصح، اما انه اذا هيدا الشيء منيح لابنك. بس اول ما تبلش تحس انه هالولد عم يكبر شوي، اما انه عم بياخذ منك، بيكون عم يبكي وبيسكت، انه هيدا شعور كثير حلو ما بينوصف. يعني لكل أم مرددة إنه إذا بتردع أو لا ما تفكري مرتين، لازم نردع، وهيدا الشيء بالطبيعة موجود. ونحنا يعني ما في شيء أسعد أو أهم من إنك تعطيه غذاء كامل لابنه، لأنه حليب الأم لا بديل عنه.